مساء الخير يا أهل الكويت. منذ فترة طرحنا مشكلة عدم الصيانة في معظم المدارس الحكومية، من بردات المياه ما تشتغل، التكييف بدأ يتعطل في معظم المدارس، الحمامات جدا سيئة. سألنا عن السبب، قالوا العقود منتهية. وتذكر أن وكيلة وزارة التربية قبل فترة اجتمعت مع المسؤولين عن الصيانة حتى يقولون يستعدون للسنة الجاية، ما هم السنة هذه ما هم باطين في السنة هذه. فكان رد المسؤولين في التربية، المسؤولين على الصيانة، أنه لا توجد عقود ولا يمكن القيام بأعمال الصيانة لا السنة هذه ولا السنة الجاية. وبعدين قالوا بيشكلون لجنة ما شو بيسوون كالعادة. إذا احنا مواضعنا بالكويت لفت، قالوا يسوي لهم لجنة يسكتون. واليوم بدأت تطلع الحقائق، واكتشفنا عجز المسؤولين التربية في وضع الحلول النهائية لموضوع الصيانة. وبدأ نظار المدارس، أو عفوا مدراء المدارس، يطرون من الجمعيات. تكفين يا الجمعية الفلانية، الله يرضى، الله يخليكم، 200 دينار 300 دينار صلحونا، عندكم ورشة الصيانة ممكن يصلحون لنا وحدتين ثلاث، أو يستخدمون فلوس المقاصف، أو من خلال مساعدة أولياء الأمور، أو من خلال المتبرعين يصلحون الأعطال. من هذا المنطلق ناشد وزير التربية الأستاذ والمحامي أحمد المليفي، يا ليت يطلع لنا بيان يقول لنا شنو قضية عدم الصيانة، أو مداخلة من خلال أي محطة تلفزيونية، مو تلفزيون الشاهد بس، أو يجينا يحدد مقابلة معه. ووجهت على اساس اكون هناك، تكون هناك مصداقيه، وجهت كتاب رسمي الى وزير التربيه، لكن يبدو والله اعلم ان الوزير ما قرا الكتاب. ويبدو ان وزير الاشغال ما يحب لشته، لان موسم الامطار شو يصير؟ شوارع للذوب، وحملوا اخر شيء المسؤوليه على شركات الصلبو. ووزير التربيه ما يحب الصيف، لان بردات الماي ما تشتغل، والتكييف بدا يتعطل، وتزيد المصايب على طلبتنا الكويتيين. وبدأ الطلبة يرسلون رسالتهم إلى النواب أن هناك اعتصام في بعض المدارس بعدم الذهاب إلى المدارس اللي ما فيها التكييف. ليش؟ الجو حار، من فينا يقدر يقعد بالحر؟ من هذا المنطلق أوجه رسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. يا شيخ، ترضى عيالك يعانون من الحر في مدارس الكويت نتيجة تعطل التكييف؟ دولة الكويت اللي تملك المليارات عاجزة أن تصلح التكييف في المدارس. وصلنا إلى مرحلة نعجز أن نصلح الأمور البسيطة في الدولة، وهذا دليل واضح على شنو؟ على أن هناك خلل في الإدارة. وليش خلل في الإدارة؟ لأن ما ناشدت الحكومة ومجلس الأمة بأن يضعوا قانون لتعيين القيادين في الدولة. مو هذه النتائج مال القيادين الجنجفة والشلة ولبس البشت وشيل الجنطة. وصلنا مرحلة ان كل شيء ماشي على البركة، واخرتها اعطال في التكييف في المدارس الكويت ووزارة التربية كأنها لا ما يشوفون، ما يدرون، ما يسمعون. يا عمي طوف يا حسافة، هذه سياسة السماري. فأتمنى من سمو الرئيس ان يضع الحلول النهائية لموقضية اصلاح التكييف في التربية عشان عيالنا طلاب المدارس ارحموهم. ادعو الله ان يحفظ الكويت والله يصلح الحال.